انا اولا كان نشكر هذه القناه الالكترونيه شوف تي في، كنشوف الدردار كسي كنشكرهم كنشكرهم على انهم فتحوا لي الباب على اني كما تيقولوا باش نفش قلبي فش اخويا هذا الباب. مرحبا بك. كنشكرهم جميعا، كنتمنى لهم التوفيق. الجمهور المغربي على انه هو كنتمنى ليه يعني الصحه والعافيه والازدهار وطول العمر، ونشوفوا دائما نتائج اللي ترضينا ان شاء الله. رسالتك السي فوزي القجع. ها؟ رسالتك السي فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم. والرساله من هذا المنبر السي فوزي القجع على انه انا صفت ليه رساله كتابيه وما يعني ما كانش الرد ما جاوبنيش يعني على الاقل من هذا المنبر هذا دائما الرساله ديالي اللي مكتوبه على انه كنتمنى باش يكون الرد يعني كيف ما كان ما غاديش نلوم يعني الجواب اللي غادي يوصلني من هذيك الرساله.